السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هبدأ برضه استعرض معاكم منتج بسيط جدا من منتج شركة إيراك العالمية. شركة إيراك معروفة شركة تركية. خامة المنتج من أحسن خامة في الخامات التركي، والمنتج ده معناش بنعرف نجيبه برضه حاليا، نادر لما بنعرف نجيبه. قدامنا هنا بيانات المنتج اهون، تمام. إيراك ميديان إن تركي. طب المنتج ده عبارة عن ايه؟ المنتج ده عبارة عن، هنبدأ دلوقتي نطلع لكم طبق منه نشوفه. لو جينا نشوف مثلا، انا معانا اللون الموف، وطبعا هي الوانه كذا لون، والالوان بتبقى عشوائية حسب المتاح عندنا. برضو هنبدأ نستعرض معاكم ونشوف اللون معانا ونشوفها. اولا عبارة عن قطعتين زي ما احنا شايفين كده، تمام. القطعة الاولى شبيكة قدامنا اهي، لو احنا لاحظنا بيبقى لها هنا رجلين من تحت اهي عشان يبقى في ارتفاع بينها وبين القطعة الداخلية. دي القطعة الداخلية قدامنا. الخامة طبعا زي ما احنا قلنا بلاستيك، تمام. هنا لو جينا نشوف برضو المثلث خمسة قدامنا باين اهو، مثلث الامان. واي منتج عموما خامته تركي بيكون منتج مثلثه اللي هو رقم خمسة اللي هو الامان. والساعة بتاعته 4.5 لتر ساعة الطبق ده. انا بالنسبة لي بستعمله في شيء اعرفكم عليها. هنا مثلا انا بنقع هنا مثلا الجرجير، الفجل والكرات والجرجير والخضار، اي حاجة بنقعها. بنقع فيها برضو العنب والخضار او اي حاجة في المية. بعد كده بشيل الطبقة اللي فوق دي كده، فبالتالي المايه بتتصفى اوتوماتيك والحاجه بتتغسل، والمايه اللي ملهاش لازمه بتفضل في الطبقه الداخليه دي، فاحنا بنشيلها ونصفيها عادي في الحوض، نكبها نفرغها في الحوض. يبقى انا هنا بالنسبه لي بنقع فيها الجرجير، بحط فيها اي خضار، بحط فيها اي فاكهه واغسلها، انقعها في المايه دي طبعا لنظافه الاكل، واسيبها شويه لحد ما طبعا ما الفاكهه كده احس انها نضفت، اشيل الطبقه الشبيكه دي على طول، المايه تنزل اوتوماتيك منها بتنزل في الطبق الداخلي ده. بناخد الطبق الداخلي ده عادي وبنكبه في الحوض، وبننزل تاني الطبق بالخضار بالفاكهه اي حاجه فيه دي، بتتصفى وبتبقى تمام. بنستعملها في كل شيء زي ما احنا شايفين، وممكن نستعملها كطبق فاكهه على الترابيزه عادي في المطبخ، بنحط فيها الفاكهه بتاعتنا عادي. ليها استعمالات كتير طبعا حسب ما انتي محتاجاها، تقدري تصنفي نوع الاستعمال. وطبعا ده من تصوير ام كريم. ولو جينا نشوف مثلا هي حوالي كام في كام، هنقول ده مثلا ده شبر ونص، حوالي من 30 سنتي في 25 سنتي. وطبعا ده تصوير بسيط كده بس عشان اوضح شكل المنتج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.